كلمتكم على هذا وجماعة الإسبرانس وجماعة كذا ومحبي الإسبرانس ومتفانين في الإسبرانس، هذوما الخطر هذاك إن شاء الله قبل لا ينتهي السنة تنتهي السنة، بمعنى نوحد جهودنا ونفضوا هالمشكل هذا. لكن اللاعبين تاع الإسبرانس اللي ما صدرش منهم شيء كبير، بمعنى نزولا عند رغبة سلهادي نويرة، قررنا أن نرفع عنهم العقاب اللي تقرر أثر الحوادث اللي وقعت قبيل وصولي، نرفع عليهم حل الإسبرانس، القرار هذا كان تاع حل الجمعية، وكذلك نرفع قرار الحل اللي تسلط زاد كذلك على جمعية منزل بورقيبة. هذوما الاثنين إن شاء الله الملاعبية والمغرومين باللعب وأصدقاء وأحباء ترجي وجمعية منزل بورقيبة يفهموا معنى العمل هدايا، الرحمة والرأفة اللي أظهرناها اليوم، ويفهموا وأن يلزمهم يكونوا منسجمين مع الروح الرياضية اللي هي مبنية على الصدق والإخلاص وقبول النتائج مهما كانت.